أهلا بكم في هذا العدد من الحدث الأسبوعي، وهو العدد الأخير في سنة 2016. عام سعيد للجميع، سنة تودعها الجزائر وتستقبل عاما جديدا بنفس الأسئلة، إن لم تكن أكثر إلحاحا، خاصة من الناحية الاقتصادية مع قانون المالية الجديد، وبنفس الوجوه الحاضرة والمتغيرة الظاهرة والخفية، مثل الظهور المتواري خلف الباب للسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص أثناء آخر اجتماع لمجلس الوزراء، ومنظر سلال ويحيى وهما يشيران للصحفيين بوقف التصوير خلال الصورة الجماعية، وسلال الذي يحاول طمأنة الجزائريين، ويحيى مرة أخرى يعود إلى خطاب التخويف للشعب وتهديد المعارضة، عندما ذهب للقول عند الأزمة تأكد أن الجميع سيدفع الثمن ولن يسقط النظام لوحده. باب السنة الجديدة ارتبكت الحكومة التي أحست أن طريق الأكاذيب والمنعرجات الوهمية يقترب تدريجيا من نهايته، وأن الشعب سيكتشف آثار قانون المالية العقابي الذي أمضاه الرئيس. وكان لقاء الوزراء مع الرئيس الذي سمي جزافا بمجلس الوزراء مناسبة لتوجيه رسالة مشفرة للجزائريين مفادها انتظار سنة أخرى من التحمل والمعاناة مع الكثير من الأكاذيب ولغة الخشب والمصادرة على الحقيقة. لقد أخفى سلال في خطابه الإشارة إلى المصاعب الحقيقية التي تواجه الجزائريين، كما أخفى من قبل حجم الزيادات التي ستشهدها تقريبا كل المواد الغذائية ومعها الوقود مع بداية السنة الجديدة. وليست المرة الأولى التي تخفي فيها الحكومة الحقائق الناصعة الظهور على الشعب، فقد استمرت في إخفاء المطبات الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار البترول، وأخفت الرقم الحقيقي الذي يعبر عن إفلاس صندوق احتياطي الصرف. وكان الاجتماع الأخير الذي توج بخطاب دون محتوى لعبد الملك سلال محاولة لإخفاء الحقيقة المرة عن آثار قانون المالية للسنة الداخلة. وليس من الغريب أن يشترك الجميع في إخفاء الحقيقة عن الشعب، فقد كان أيضا لأحمد أويحيى السبق في الهروب من الحقيقة وإخفائها على الشعب. وبعد إخفاء كل ما هو متعلق بالملف الصحي للرئيس بوتفليقة، ها هما يحاولان معا إخفاء حقيقة مظهره بالإشارة إلى المصورين بعدم تقريبه، وهذا كله لا يحجب الرؤية عن الجزائريين الذين استطاعوا أيضا بفعل الصورة أن يكتشفوا الرجل المتخفي وراء الستار والباب في أثناء فعالية مجلس الوزراء. تقرير عبد السميع عبد الحي، معنا في الاستوديو عبد الله أنس المحلل السياسي. عبد الله أنس، عام تودع الجزائر 2016، تستقبل عاما جديدا 2017، يعني تقريبا نفس الأسئلة وربما نفس الوجوه، وإن كانت الوجوه التي كانت متخفية وتدير كما يقال اللعبة من خلف الستار سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس، يظهر في ظهور لافت يثير النقاش خلف الباب. ومثل ما كنت تتابع سلال ويحيى بحركات اليد للمصورين. فعلا أشكرك أخي جمال، وأشكر مشاهديك وقناة المغاربية، ونتمنى يعني من الله عز وجل أن تكون يعني هذه السنة يعني سنة يرفع فيها الظلم عن المظلومين، وتعاد فيها الحقوق لأصحابها في كل مكان في هذا العالم الذي يعج بالفتن. ومثلما أشرت أخي جمال، فعلا صدقت، يعني هذا العام توج يعني في الأيام الماضية يعني عشنا مع خرجتين يعني للنظام، خرجة خرج بها ويحيى وهي خرجة تهديدية، وخرجة تطمينية، وكلا الخرجتين يعني تصدران من مشكاة واحدة، يعني مسرحية سيئة الإخراج يعني. وانتم الصور التي يعني ظهرت في الشاشه يعني تؤكد ان الذي يرسم المشهد السياسي يعني واضح، يعني من خلال الصوره، يعني حتى اشرتم انتم يد عبد الملك سلال تتحرك، يعني بمعنى يعني حتى الصحافي عنده حدود يعني
تأخذ صورة من مسافة معينة في لحظة معينة ويكفي، ولولا يعني تركيز الكاميرا يعني كانت يده تشير إلى أنه خلاص انتهى، ويكملها من وراء الستار أيضا سعيد بوتفليقة ليطمئن على يعني سيرورة الأمور أنها ماشية كما رسمت، مما يعني دلالة قاطعة أن الذي يرسم في هذا المشهد هو يعني لاعب واحد. هذا اللاعب واحد يعني يريد أن يدخل السنة الجديدة بنفس اللغة القديمة وبنفس الإخراج القديم اللي ما جابش حتى فائدة للشعب الجزائري وللجزائر والاستقرارها. يعني أويحيا يقول انتظروا انهيار الجزائر، وهو يستقي هذا الكلام من قائد الأركان، داعش على الأبواب والجيش على أهبة الجاهزية وسوف نتصدى وما إلى ذلك. ضد من؟ من هذا العدو؟ العدو يعني هل الأحزاب؟ العدو هو الشعب؟ العدو هو المنظمات الحقوقية؟ العدو هو الإعلاميين اللي خرجوا عن طوعكم؟ ما عرفناش شكون هو هذا العدو. فمعناه يعني السنة الجديدة يرتب لها هذا الفريق، لا أقول الدولة الجزائرية ولا أقول يعني الشرعية الجزائرية، شرعية الحكم، أقول هذا الفريق. هذا الفريق هو الذي يرتب في هذا السيناريو. حتى لما يرتب هذا السيناريو ما هوش قادر على قادر على إخراجه بالإخراج علمي مقبول. يعني حتى الأرقام التي ذكرها عبد المالك سلال في إشارة لطمأنة الشعب الجزائري أنه ما تخافوش الأمور تحت الكنترول وفي أيدينا وما إلى ذلك، المفروض يعني أنت رئيس حزب ولا حكومة ولا رئيس حكومة على الأقل يتكلم كلام علمي مع من يشاهده، لأنه ما لا تفترض في المشاهد الغباء. المشاهد اللي راه يسمع فيك في التلفزيون الجزائري راه فيه الأكاديمي، راه فيه الإعلامي، راه فيه السياسي، راه فيه الحزبي، راه فيه الإمام، راه فيه الناس قادرة يعني تقدر تشوف واش الأرقام اللي تقرأ تذكر فيها أنت، الناس تقدر تقارنها، ما هيش الناس مقطوعة عن العالم. يعني هو ذكر يعني أن الآن نسبة البطالة في الجزائر 9، يعني في حين أنت إسبانيا فيها 18% من البطالة، نسبة البطالة فرنسا 10%، الاتحاد الأوروبي أيضا رقم يقل أو يزيد عن هذا. فمعناه أنت راك تبيع في الكلام هذا الطمأنة، تبيعها لمن؟ يعني إذا راك تفترض في الشعب الجزائري هذا ما يقرأ ما يكتب وخارج السياق وما يعرفش قول له أي رقم، هذاك العهد قد انتهى. ويحيى أيضا عندما أنت تقول للشعب الجزائري يعني كأن لسان حاله يريد أن يقول قد نتفق في التشخيص، يعني لا أحد يتمنى للجزائر المصير السوري، لا أحد يتمنى للجزائر المصير الليبي ولا المصير العراقي ولا المصير المصري، احنا متفقين احنا وأبو يحيى في هذه اللغة، لكن احنا مختلفين في كيفية تجنب هذا المصير. يعني كأن لسان أبو يحيى يقول الجزائر إذا خر سقفها راح يخر على الجميع كمثل ما قال على المعارضة وعلى الموالاة. طيب واش نديرو باش ما نوقعوش في هذا الصخر السقف حتى لا يخر على رؤوس الجميع، واش نديرو؟ يعني يريد أن يقول لك خلونا نحكم، يعني إحنا اللي حكمنا. أخي جمال يعني فقط يعني كمثال، أنا جيت لهذا البلاد في بداية 96، جيت لهذا البلاد ويحكمها جون ميجر كان رئيس وزراء، وبعد عاود لما خلص جا توني بلير حكم 3 عهد، وبعد توني بلير جا جوردن براون، وبعد جوردن براون جا ديفيد كامرون، وبعد ديفيد كامرون جات الآن تيريزا ماي. تصور أنت، لا نريد أن نذكر يعني رؤساء أمريكا ورؤساء فرنسا وغيرها، في حين في الجزائر نفس الوجوه من 92 داروا مرة الائتلاف الرئاسي وبرنامج الرئيس وعقبوش يعني جابوا بينا الوقت بالشعب الجزائري، عاود جابوا بتشين خدموا معاه، جاء قبلها قبل بتشين يعني طيب. نفس الوجوه. فكأنما يريدون أن يقولوا للناس إحنا نبقى نستمر وإلا في الحكم، وإلا داعش، وإلا تدمر الجزائر وشوفوا سوريا وشل. فهذه لم تعد مقبولة، لأنه لما كنتم لاعبين وحدكم بكري كانوا لاعبين وحدهم، خلاص الجزائر
لعبوا في داخل، بلعوا الابواب كانه الشمال والجنوب والشرق والغرب، بلعوا الابواب ولعبوا كما تبغوا في الداخل، اللي تصفوه صفوه، اللي تطردوه من العمل تطردوه، اللي تاخذوه الرقان خذوه، ديروا كما تبغوا، المهم ما تفضحوناش برا. الان بعد ثورات الربيع العربي وبعد هذه الكوارث اللي حلت في الربيع العالم العربي، لم يعد مقبولا عند الدول اللي خارج الجزائر، لانها اصبحت هي شريك في هذه الازمات. باختصار الان 11 مركب تحركت من عنابة، 11 مركب فقط في الاسبوع الماضي. هذا يؤكد تاكيدا قاطعا المخاوف التي بدات الان تخرج من بعض الجرائد في اوروبا على مستوى الاتحاد الاوروبي، جرائد اسبانيه، جرائد ايطاليه، جرائد المانيه، جرائد فرنسيه اللي كلكم تابعتوها، تقول لك يعني المصير الجزائر بعد بوتفليقه قد يهدد الاستقرار في اوروبا. هما ياخذوا هذه المؤشرات، اذا كان هذه الدوله وراك تقول عندي 9% نسبه البطاله واحنا رانا ملاح وكل شيء، 11 مركب في خلال اسبوع او 10 ايام، هم يتصورون اذا ساءت الامور هذا الرقم كم النسبه التي سيضرب فيها في هذا الرقم. فلذلك هؤلاء يريدون نهايه هذه 2016. يا الشعب الجزائري، واحد راه جاي يطمنكم بارقام غلط، لغه مش نتاع تسيير دوله، ما تغتبوناش وما تنموناش. تعرف واش تقصد بالنميمه؟ النميمه يعني ما ظلوش تتكلموا على عيوبنا، ما ظلوش تفضحوا فينا هذا الارقام غلط وكذا، اسكتوا. وقضية البركة، البركة نحن نؤمن بالبركة، ربي سبحانه وتعالى دار البركة في أعمالنا، والشهداء لهم بركة لا ينكر هذا أحد، لكن بركة الشهداء ما تسيرش دولة. طيب. اللي يسير الدولة الأرقام. فهذا كلها يعني طمأنة، بدل ما طمأن زادت شوشة الناس. والتهديد اللي عمله أويحيا، بدل ما يثبت التهديد كأن لسان حاله يريد أن يقول خلونا نحكم كما حكمنا في 22 سنة 23 سنة الماضية. طيب. وإلا طيب وسنعود طبعا إلى على ذكر 92، سنعود في العام في الأسبوع الماضي كانت ذكرى ربع قرن على وقف على الانقلاب والانتخابات 91 آنذاك. سفيان شويطر ينضم إلينا الآن في النقاش، المحامي والخبير في العدالة الانتقالية. سفيان شويطر، ما رأيك، سنة تودعها الجزائر وتستقبل سنة جديدة يعني بنفس الأسئلة وبنفس الوجوه وبآخر أسبوع منها، ربما تابعت آخر اجتماع لمجلس الوزراء وبكل ما فيه من صور من الظاهر ومن الخفية؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وتحية للجميع. في الحقيقة ما ينتظره يعني السنة تقريبا السنة المقبلة، في الحقيقة إذا رجعنا إلى القانون المالية لسنة 2017 يؤكد إلى أن الظروف المعيشية للشعب الجزائري لا مش رايحة في التحسن، بل رايحة في الحقيقة الأمر إلى أكثر تدهورا في الحياة اليومية. هناك ارتفاع شديد للضرائب، تجميد قرار بتجميد الريكروتمون، توظيف الاشخاص في الوظيفة العمومية، لان احنا في الحقيقة للاسف غالبية الذين يشتغلون اكثر في الادارات الوظيفة العمومية اكثر من القطاع الاقتصادي، لان القطاع الاقتصادي مرهون فقط ببعض يعني الاستخراج البترول وبيعه، واصبحت حتى الشركه الوحيده الشركه الوطنيه غير قادره، واصبحت الشركات الدوليه هي التي تاتي لاستخراج البترول وبيعه بشروط لا نعلمها، لانه لا توجد اصلا مؤسسات حقيقيه تراقب كيفيه هذا التعامل. إذن الظروف رايحه اصعب يعني بكثير يعني، وهذا مش من باب يعني انه الانسان متشائم يعني او غير موضوعي او ينتقد فقط، لان ولكن الظروف المعيشيه تاع المواطنين الجزائريين يعرفوا يعني، واحد ما يكذب على اي مواطن جزائري وما يش محتاجين نجيبوا الخبراء الدوليين، المواطن الجزائري يعرف انهيار في القطاع الصحه، كيفيه انه يعالج في الصحه عندما يكون احد من ابنائه او من عائلته مريض، القطاع التربيه انهيار، وشفنا الفضائح في شهادات البكالوريا في
في اعداد كتب التدريس فضائح، يعني بدايه نوع من انهيار القطاع القضاء في فضائح. وهذه اخيره عن متاج قاضي يستعمل الفاظ يعني لا يقبلها انسان عاقل وانسان قاضي بالفاظ داعشيه في جلسه، يعني كل القطاعات تؤدي الى انه هناك ظروف صعبه راح يعرفها الشعب الجزائري، وهذا ما اكدته بعض التقارير وبعض مقالات من الصحف الامريكيه والاوروبيه، وهذا ما خلى جاء به وانا اتفق مع الاخ انس علمجي ويحيى ويمهد وكانه يمهد انه النظام في خطر، لانه في الحقيقه الامر تاريخيا هذه من مجد تاريخ الانسانيه معروفه عندنا الثورات، وحتى عندكم في بريطانيا في التاريخ البريطاني الثورات التي وقعت ضد الملكيه منذ ماغنا كارتا الى اخره، كان عندنا انظمه الحكم فسادها وفساد حكمها تؤدي الى فرض ضريبه ورفع الضريبه على المواطنين المقهورين في الحد ذاته، سيؤدي الى نوع من الثوران وثورات هذه الشعوب، وبالتالي اصبح يبدا يستعملون ما وقع في العريب في العالم العربي بعد ما يسمى بالثورات الربيع العربي على اساس فزاعه الخوف انه اذا كان انهزم او انهار النظام فالكل يدفع ثمن، وهو في الحقيقه الامر ليس الكل يدفع، لو ان النظام اذا كان يعرف روحه راح ينهار لانه اصبح فاشل، وهو منذ نشاته هو فاشل في تسيير شؤون الامه، لان انخفاض البترول مش اول مره تقع بالنسبه للجزائر، عرفناها منذ 86 وما حدث في ابان اكتوبر 88 كان بامكانهم ياخذوا الدروس استباقيه يعني لمنع الكوارث، ولكن للاسف هادو ناس ما عندهمش الكفاءه في ديزاكومبيتون، حتى ان رئيس الحكومه وزير الاول عبد يعني سلال يعني كي تشوف الحوار تاعو ما يطمعنش، يعني تشوف الكلام ماهوش علمي كما كان الاخ انس يتكلم، يعني مازال يتكلمنا على البركه، ناس تنفق بملايير في مراكز دراسات لكي تعالج امورها، يعني تجيب كل الخبراء والمفكرين والعلماء كيفيه تسيير الامور، كيفيه يعني انه نعالج الازمات اللي رايحين في المستقبل، الدراسات المستقبليه، واحد رئيس حكومه يتكلم لك على بركه الشهداء، هذا المواطن في الحقيقه يشوف الحياه اليوميه اذا كان فيه بركه ولا ما فيش بركه، هذه من جهه يرتبط استقرار الاقتصاد بسعر البطاطا، قال لك انا رحت للسوق وشريت لقيت باللي سعر البطاطا ماهوش خالي، وبالتالي هذا يثبت باللي ان الاقتصاد الجزائري سيستقر، منذ متى كان سعر البطاطا هو عامل استقرار الاقتصاد، يعني شوف يعني هذا يجب يخليك انه حتى الناس اللي يسيروا البلاد لانه رسميا حتى لو كنا بلاكش ربما ماهوش هو اللي يسير، ولكن من الناحيه الرسميه هو الرئيس الاول السلطه التنفيذيه وبالتالي هو اللي يسير كل القطاعات بهذا التفكير، يفكر بهذا التفكير، ففي الحقيقه الامر الانسان ما يكونش عنده امل، يعني في ان 2017 رايحين الى تحسن او لا، بالعكس رايحين الى اكثر تدمر، وبالتالي حتى انه رئيس قائد اركان الجيش ونائب وزير الدفاع بدا يستعملنا في بعض العدو الداخلي، شكون هو العدو الداخلي؟ انا مانيش قاعد نشوف العدو الداخلي في الجزائر طيب. ولكن اليس هناك من يقول انه كذلك؟ يعني لا يجب، قد تكون هناك سياسه، قد يكون هناك، ولكن هناك من يتحدث دائما من يرى بان هناك مؤامرات خارجيه، وقائد اركان الجيش يدعو الى اليقظه الشديده من اجل افشال غدر الغادرين واجهاض نهجهم، لا ينبغي اطلاقا، يدعو الشباب ان يغيب عن الاذهان بان هناك للجزائر اعداء اضمروا ولا زالوا يضمرون حقدا دفينا، يعني في وضع تعرفه على الحدود داعش وغيرها. يا اخي اكيد انا شكون هما هذو، يعني اكيد انا شكون هما المؤامره، هل امريكا هي اللي تتامر الجزائر ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا المغرب؟ فاكيد انا شكون هو الدول هذه الاجهزه التي تتامر على الجزائر، وعلاش مازال عنده علاقات مع هذه الدول هذه اللي تتامر، وعلاش يتعاون معاهم تعاون عسكري، تعاون
استخباراتي امني الى اخره. دونك ما يتلعبوناش بالتعامل الخارجي هذا، يعني التعامل الخارجي هذا يا يعني اما يقول بلي دوله فلانيه تتامر على الجزائر يحددنا هذه الدوله وينعطلنا ما هو الاجراءات اللي تتخذ ضد البلاد. نعرفوا احنا في القانون الدولي في العلاقات الدوليه عندما الدوله تتامر على دوله اخرى الدوله الضحيه تشتكي الى المؤسسات الدوليه الى المجلس الامني الى اخره، كان هناك اجراءات. اما انه الابهام هذا التامر بلي هناك ناس يتامرون علينا، شكون هم هذول الناس اللي تامروا؟ طيب. شكون هو هذه القوى هذه؟ خليك معنا سفيان شويطر ينضم الينا في النقاش. سفيان صخري الاستاذ العلوم السياسيه. استاذ سفيان صخري، ما رايك على ذكر هذا يعني الحديث طبعا عن الايادي الخارجيه والخطر الخارجي، يعني حتى في هذه اللغه تستعمل حتى فيما يخص اطفال تلاميذ المدارس الذين احتجوا على تقليص العطله، مستشار بالغبريط يقول بانه تحركهم الايادي الخارجيه، هل فعلا هناك خطر ايادي الخارجيه ام انه إن كان هناك خطر فعلا يهدد الجزائر هو هذه الأيادي الداخلية والأصابع الداخلية بالأداء الذي يشاهده الجزائريين سياسيا واقتصاديا؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم، ونتمنى بهذه المناسبة عام سعيد لكل الشعب الجزائري، رغم أن كل المؤشرات يعني تقول أن السنة المقبلة ستكون صعبة على الشعب الجزائري على كل المستويات. الحديث عن المؤامرات الخارجية في الحقيقة يعني بالنسبة للجزائر كدولة بالحجم الاستراتيجي للدولة الجزائرية، حقيقة أن هناك مخطط خارجي مرتبط بالشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير، وضمن هذا المخطط الخارجي هناك مخطط لتقسيم الدول، والمغرب العربي يعني مستهدف في هذا الإطار والجزائر مستهدفة في هذا الإطار، لكن يعني هذه المعضلة الأمنية هي موجودة. لكن السؤال المطروح، هل حضرنا يعني نفسنا بجدية لهذه المعضلة الأمنية؟ لأنه إذا نريد حقيقة أن نواجه هذا الخطر الخارجي ونواجه كل المؤامرات الخارجية التي تستهدف يعني معظم الدول. طيب ما من وراها عندما تقول شرق الأوسط الكبير، يعني وراها أمريكا الفوضى الخلاقة مثلا كما تردد، يعني ترامب المخابر الأمريكية مهتمة بإحداث، من أوروبا مثلا من يريد زعزعة التآمر على الجزائر؟ الأطفال الذين التلاميذ الذين خرجوا مثل ما قال مستشار بالغبريط، من مثلا؟ لا، حينما نتحدث عن المؤامرات الخارجية كما قلت، هناك يعني فرنسا ما زالت يعني ترى بأن الجزائر هي منطقة نفوذ بالنسبة لفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية اليوم أصبحت تهتم ببعض المناطق من بينها الجزائر. هناك إسرائيل، والجزائر كانت لديها يعني في السابق مواقف ضد إسرائيل، لكن البيت القصيد هنا هو هل بنينا نظام قوي يمكنه أن يواجه طيب. هذه التحديات وهذه المخططات، وكذلك يعني فرنسا التي يهرب مسؤولو الجزائر الأموال عندها ويعطوها كل المشاريع، تتآمر على الجزائر أن نسلم مثلا إسرائيل وعندها عداوة وطرف الجزائر خطر، أمريكا التي المكافئة لنفسها تريد تهديد الجزائر، فرنسا تريد عدم الاستقرار الجزائر، وفي مقابل تخشى من تأثير ذلك على موجات من المهاجرين واللاجئين عليها. هل هذا الكلام عنده ما يسنده على أرض الواقع؟ نعم، بالنسبة لفرنسا، فرنسا يعني بالنسبة للاستقرار فيها في الجزائر، هي بالنسبة لعلاقتها بالنظام الجزائري لا تريد الخير، يعني بسبب تواطؤ فرنسا مع النظام الجزائري وصلنا إلى يعني هذا التهديد باستقرار الجزائر. لأنه اليوم في 2017 يعني بكل ما حدث يعني في الجزائر من يعني تصدع للجبهة الاجتماعية بسبب النظام الجزائري، لأنه لم أكمل تحليلي، هناك يعني هناك مخطط لضرب استقرار الجزائر، لكن النظام بما يفعله اليوم هو يشارك في هذا المخطط، هذا هو بيت القصيد. لأن يعني ما فعلته فرنسا يعني في تواطؤها مع النظام الجزائري، وما فعلته فرنسا في عدم استفادة الدولة الجزائرية
والشعب الجزائري من البحبوحة المالية ويعني تصرفات النظام الجزائري المتواطئ مع فرنسا والمتواطئ مع أنظمة غربية أخرى الذي خدم هذه الأنظمة الغربية وهذه الدول الغربية ولم يقدم شيئا لمستقبل الدولة الجزائرية. ها أنا يعني ها نحن اليوم نواجه تحديات اقتصادية واجتماعية يمكن أن تضرب يعني استقرار يعني بحسب كلامك إذن أن فرنسا إذن تريد بقاء هذا النظام الذي يخدمها، يعني لا تريد تريد نعم استقرار نعم الجزائر إذن. نعم ما يصرح به الرسميين في الجزائر هو حقيقة، حقيقة هناك مؤامرات لكن يصرحون بهذه الحقيقة لتخويف الشعب الجزائري ولبقاء النظام، لكن حينما نحلل بعمق نجد أن هذا النظام يعني يخدم هذا المخطط يعني طيب. هذا النظام أقول في إطار منظومة سياسية بمنظومتها التي توجد فيها معارضة طيب. يخدم هذا أنا النظام. أنا فقط قلت بأنه جاء فرنسا أمريكا تريد يعني عندها ما تحتاج من الجزائر، ماذا تحتاج في أمريكا عمليا من الجزائر؟ النفط، وهناك النفط الصخري في أمريكا أجوجو بالتعبير المعروف، يعني ماذا تحتاج أمريكا من الجزائر؟ تعاون استخباراتي وكل شيء تمام كما يقول الرسميون في البلدين، ترامب رئيس جديد وسياسة الانكفاء على 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 أمريكا على نفسها، لا يريد لا تدخل لا في الشرق لا في الغرب، ماذا تريد أمريكا من الجزائر؟ نعم. الجزائر هي بوابة لإفريقيا، لكن نحن يعني لم نحسن استغلال هذه المكانة الاستراتيجية للجزائر. الجزائر هي بوابة لإفريقيا، ومن يحسن يعني استغلال الجزائر يمكن يتمكن من السيطرة على شمال إفريقيا ويتمكن من السيطرة على القارة الإفريقية. لكن رغم أنه كل هذه القدرات يعني المادية البشرية والاستراتيجية الموجودة في الجزائر لم طيب. يتمكن النظام من تحويل هذه يعني القوة الكامنة إلى قوة. طيب خليك معنا أستاذ سفيان لو سمحت. مرحبا عبد الله، أنا ستكون تقول بالعكس، تقول إنه هذه التقارير الغربية أوروبا بشكل خاص خايفة من الوضع في الجزائر، تريد استقراره لكي لا تلقى سيناريو الموجات المهاجرين وغيره. هو أخي جمال يعني هو التفسير المؤامراتي، يعني من يذهبون إلى التفسير المؤامراتي لا يذهبون إليه من فراغ، يعني التفسير المؤامراتي يعني مؤشراته كثيرة، وخاصة على بلد يعني بلاد مثل الجزائر يعني تعتبر الآن يعني أكبر من ناحية المساحة أكبر دولة عربية الآن، عضو في أوبك، محباها الله بخيرات وثروات في بطن الأرض، يعني الشعب ما شاء الله يعني إذا وجد قيادة سياسية بإمكانه أن يكون شريك فعال في المعادلة الإقليمية والدولية، يعني ما يغري المتآمرين على الجزائر يعني موجودة العوامل. ولكن السؤال اللي راه مطروح مش هو هل هناك مؤامرة وهل القيادة الجزائرية تبالغ أم لا تبالغ، يعني ما راش راح نختلف على النسبة 20% مبالغ قايد صالح ولا 30% ولا 0% ولا مش راح نختلف على النسبة، احنا نختلف على الجاهزية لنفترض ونسلم أنه فيه مؤامرة على الجزائر في أطماع دولية أو في أطماع إقليمية، فيه بعض سوء التفاهم ما نقدرش نتجاهلها، موجود حتى بعض سوء التفاهم على بعض المناطق حدودية على حدودنا، يعني ما نختلفوش على هذا. لكن السؤال اللي راه مطروح، ماذا أعددت لها عندما ذاك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال ماذا أعددت لها؟ أن النظام الجزائري يريد أن يقول للشعب الجزائري احنا حكمناكم في 25 سنة الماضية بعد الانقلاب، وحكمناكم بعد الاستقلال بطريقة أحادية، حكمناكم بطريقة الحزب الواحد لغاية ما الشعب الجزائري قرف حياته في 88 أكتوبر وانتفض، وبعدين افتك التعددية السياسية، وبعدين دخل في التعددية السياسية وأفرزت خارطة سياسية متوازنة بين الفيس ولفافاس ولفلان، دار عليها انقلاب مرة ثانية ومشى البلاد في هذه 24 سنة الماضية بلغة الخشب، فحاب يقول لنا فيه مؤامرة على الجزائر، وهذه المؤامرة يا سادات يا سادة يا كرام ما تقدرش الجزائر تتجنبها إلا إذا سكتوا علينا احنا نحكمكم. هنا بيت القصيد، هنا لازم نفتح النقاش، كاين مؤامرة
طيب هل المؤامرة هذه نواجهها بهذا الائتلاف؟ أولا سميته الائتلاف الرئاسي، وبعدين أصحاب الائتلاف نفسهم واحد طرد شر طرده مثل بالخادم، والثاني أويحيى قال لك الدولة نهبها المافيا، التصريح أنت أو موجود، شكون هذا المافيا؟ أنت كنت في الحكم. فهذه الرداءة وهذا الفساد، يا نبقى نستمر احنا نحكمكم يا الجزائر راه يتعرض المؤامرة. طيب خليك معنا عبد الله أنس، ما رأيك سفيان شويتر؟ هناك مؤامرة لا يجب إنكارها، والتصريحات تحذيرات قائد أركان الجيش يعني، وحتى ما يقوله ويعيا ربما تختلف نتفق فيها جزء من الصحة. شوف اللي يتكلم عن المؤامرة عليه أن يعطي الأدلة، يعني يعطي الأدلة وشي المؤامرة في الحقيقة الأمر. هو الاتفاق مجموعة معينة سواء كان تابعة لقوى دولة نوتيتي إيتاتيك ولا نوتيتي نو إيتاتيك، يعني جماعة غير تابعة للحكومة، يعطينا شكون هما هاد الناس وكتاش اتفقوا، لأن على مسار شخصيات يعني أستاذ جامعي ومحلل سياسي ويتكلمنا بالأمور يعني مبهمة. المؤامرة شنو هذه المؤامرة؟ الحدود بين الجزائر والمغرب أعتقد أن الحدود تم الفصل فيها بشكل نهائي في اتفاقية تلمسان بين الرئيس الراحل في عهد الرئيس الراحل هو المبدل والملك الراحل الحسن الثاني، وتم البرلمان الجزائري والبرلمان المغربي تم المصادقة على المخطط تاع الاتفاق تلمسان، وبالتالي أصبح المسألة الحدود ما بين الجزائر والمغرب ما هوش محل النقاش، تبقى أن مسألة البوليزاريو والأشيري هذه مسألة مطروحة على مستوى الأمم المتحدة ربما في البعض لا يستعمل. طيب. يعني حتى المغرب ما ولكن ماذا هو ماذا عن أمريكا وفرنسا مثل ما أشار أستاذ سفيان صخر؟ نعم أمريكا وفرنسا مصلحتها أن هذا النظام يبقى، ما كانش نظام ليخدم هذه الأنظمة، يعني سواء الغرب يعني بتوريد الطاقات، وقع نزاع ما بين الجزائر وفرنسا، عمرها ما وقع نزاع، عمرها ما وقع مقاطعة، هل هناك نزاع بين الجزائر وإسبانيا؟ عمره ما وقع نزاع، يعني تورد الغاز لأوروبا وأوروبا محتاجة للنظام الجزائري في مواجهة روسيا في حال ما يوقع نزاع على الغاز أو توريد الغاز الروسي لديها ما يسمى بالمتحول. هناك قاعدة الجيوستراتيجية، القاعدة العسكرية تاع البرج الكبير هي قريبة لجبل طارق أو مضيق جبل طارق، فالغرب محتاج إلى نظام دولة متعاونة معه تحافظ على مصالحه لكي لا تهدد خطورة هذا المضيق الذي تمر به البواخر. يعني شوف يعني كل الأمور تؤدي إلى أن الغرب بكافي بما فيها روسيا اللي هي الشرق، بما فيها إيران اللي هي في الحقيقة عندها علاقات جيدة مع النظام وربما حتى مشاورات وتحالفات في مسائل إقليمية كالوضع في سوريا إلى آخره، العلاقة بين النظام الجزائري والنظام السيسي في مصر المتعاون الجديد، يعني حتى الباخرة أو حاملة الطائرات الروسية عندما وقع لها مشكل في التزويد بالوقود إسبانيا رفضت، فالنظام الجزائري هو الذي ورد لها. يعني الجزائر سمحت بالطيران العسكري الفرنسي بتحليق الأجواء والتزويد بالوقود وضرب بعض المواقع في شمال الماري في النزاع، يعني كل المعطيات تؤدي إلى أن هذه الأنظمة أمريكا وروسيا وأوروبا والصين التي تتعامل تعامل جيد مع النظام، صفقات تجارية يعني بالملايير دولارات سواء في البناء أو في البترول، نفس الشيء بين إيران والجزائر، يعني كل المعطيات والمؤشرات تؤدي أن هذه الدول يعني ما تلقاش نظام أحسن من هذا النظام في التعامل. طيب. شكرا. أما في واحد بالأمور مفهومة ويتقول لك باللي فيه أعطيني شكون هما المتعاملين حدونا بالضبط. طيب شكرا السبب. شكرا لك سفيان شويطر، الوقت يضغط علينا، المحامي والخبير في العدالة الانتقالية. ما رأيك أستاذ سفيان صخري؟
نعم والله أريد فقط أنا يعني بالنسبة للمتدخل في الاستوديو هو ماشى في تحليلي، ولكن بالنسبة للأستاذ شويطر أنا أعطي له مثال حي في العلاقات الدولية، وهو نظام صدام حسين الذي كان أكبر عميل للولايات المتحدة الأمريكية وكان متواطئ مع الغرب، وذهب أكثر من ذلك يعني دخل في صدام مع إيران، ويعني كان عميل للدول الغربية ويلبي مصالح الدول الغربية، لكن في إطار نظام مستبد، وكانت يعني علاقات يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تساند هذا النظام المستبد. لا ولكن في المقابل كان أمريكا كانت تلعب على الحبلين، كانت حتى تعرف قضية كانت تزود إيران سرا بتعرف كونترا وفضيحة كونترا جيت، يعني انه كانت ايران كذلك تسودها امريكا. نعم تلعب على الحبلين يعني. نعم لكن اتكلم على صدام حسين، ونظام صدام حسين كان نظاما مستبدا، وكان لديه علاقات مصلحيه مع الولايات المتحده الامريكيه، وكان عميل الغرب يعني في المنطقه ويلبي مصالح الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه، لكن يعني هذا النظام هو ادى الى كسر ويعني تدمير الدولة العراقية، فهذا هو بيت القصيد. الآن هناك تواطؤ بين النظام الجزائري والدول الغربية، هذا التواطؤ من أجل أن يبقى هذا النظام يعني في السلطة، لكن في نفس الوقت هناك مؤامرة، وهذا النظام بممارساته هو الذي يعني أدى بنا إلى هذه النتائج الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي طيب. يمكن أن تهدد استقرار. ولكن سؤال مرة أخرى يفرض نفسه، كان هناك مؤامرة فرنسا تأمر بالواحد زائد واحد، يعني بعيد الشر، يعني هل فرنسا مثلا ولا أوروبا الخايفة اللي اللاجئين السوريين يعني هزوا أوروبا، فما بالك بالجزائر القريبة جغرافيا، هل يعني فرنسا وأوروبا يريدون أن تحدث قلاقل في الجزائر وتنتهي أوروبا بعشرين مليون كما يذهب حتى السيناريوهات المبالغة لتقارير غربية أوروبية، عشرين مليون لاجئ جزائري يغرقون أوروبا، هل ممكن ذلك؟ والله كل شيء ممكن، لأنه المشكل هو في النظام الجزائري، المؤامرة هي موجودة من أجل الضغط على النظام، من أجل يعني الضغط على الجزائر، من أجل تقديم المساومات، لكن ما هذا النظام خصومه يقول، أنت كنت تقول يعني بيع الماتش آلي روتور، يعني أعطيهم كل المشاريع يعني. لكن السؤال المطروح هنا، هل كين بيع الماتش آلي روتور هذا يخدم مستقبل الدولة الجزائرية أو هذا هو السؤال؟ هذا السؤال طبعا، لأننا نحلل، لا الخطأ هنا أننا نحلل بطريقة هو أن النظام يعادل الدولة، هناك فرق بين النظام وبين الدولة، هذا النظام مثله مثل العديد من الأنظمة في الشرق الأوسط هو الذي يهدد استقرار الدولة، وهو الذي يمكنه إذا استمر بهذا المنطق أنه يعني يؤدي إلى نتيجة مرتبطة طيب. بالمؤامرات الموجودة والمؤامرات المطروحة في المنطقة، يعني العديد من الدول تحولت من جمهوريات إلى فيدراليات، العديد من الدول يعني تم تكسيرها مثل ليبيا ومثل دول أخرى، لكن يعني المخطط موجود، لكن هل النظام يتكلم عن هذا المخطط، مخطط التقسيم، مخطط طيب. المؤامرة الذي هو موجود؟ أنا أتفق مع هذا الطرح، لكن أنا لا أتفق مع خطاب السلطة. يعني أنت تقول حق هو الذي يؤمن مستقبل الجزائر، لا، أن التغيير السياسي هو الذي يؤمن مستقبل الجزائر، وأن بقاء هذه السلطة بهذه الممارسات سيهدد مستقبل الدولة الجزائرية. شكرا جزيلا لك سفيان صغري أستاذ العلوم السياسية. فيصل مطاوي انضم إلينا في النقاش. فيصل مطاوي ما رأيك، ربما كنت تستمع إلى جانب من النقاش الجزائر تودع عام جديد وتستقبل عام قديم وتستقبل عاما جديدا، ونفس الأجواء نفس الصور ونفس الخطاب، أحيانا التخويفي والتطميني سلال ويحيى، وخطاب الأيادي الخارجية، كنت تستمع ربما لسفيان الصخري يقول أنه هناك فعلا أيادي خارجية، ولكن هي حق يريد به ويحيى ومن معه باطلا، ما رأيك؟
فقدنا يبدو فيما يبدو فيصل مطاوي، ما رأيك عبد الله أنس؟ يعني يستمر النقاش حول هذا الجانب ربما لحلقات وحلقات، ولكن الوقت يضغط علينا. كنت تشير هذا الأسبوع مرة مرور ربع قرن على أول وآخر انتخابات تشريعية ديمقراطية في تاريخ الجزائر، انتخابات 26 ديسمبر 1991، تم بعد ذلك الانقلاب عليها، فاز فيها الفيس، رفض من الانقلاب عليها من شارى من خسر حتى الانتخابات الحزب الواحد السابق عبد الحميد ماهر رحمة الله عليه، وحسين عيد حمد الذي تمر كذلك ذكرى الأولى لوفاته. يعني أنتم كان أنا لاحظت يعني في البرامج اللي كانت مرت الذكرى أول أمس ذكرى المجاهد عبان رمضان الله يرحمه ويرحم الشهداء، اللي هي النقاش حول عبان رمضان الله يرحمه لم يكن النقاش حول شخص، وإنما يعني عندما نتحدث عن عبان رمضان نتحدث عن فكرة، هذه الفكرة حرم منها الشعب الجزائري، وهو نقاش قديم متجدد ما زال موجود إلى اليوم لأنه ما حسم، اللي هو أولوية السياسي على العسكري وشرعية الحكم، وللرابط كذلك ذكرى وفاة ذكرى اغتيال عبان رمضان وذكرى وفاة هواري بومدين. يعني كلا الرجلين أفضى إلى ما قدم، نسأل الله العفو والعافية لجميع المسلمين. فتشوف أنت واحد يعني الآن التاريخ لا يرحم، ومن صفات التاريخ الجميلة أنه ينصفك مهما كانت في اللحظة هذيك، مهما قيل في مسيرتك، لكن التاريخ من صفاته أنه ينصف. الآن نحن عندما نتكلم عن بومدين الله يرحمه، احنا نتكلم عن الناس في أدائهم الدنيوي في السياسة في الدنيا، عند الله كل واحد أفضى إلى ربه. الآن أنت عندما تتكلم على واحد دخل من وجدة ورسم حكم الأركان، في حين نتحدث عن واحد أيضا بعد مرور الآن هذه السنوات كلها هذه العقود، واحد اغتيل من أجل فكرة شرعية الحكم، شرعية النظام. شوف هذا كيف تتذكروا الأجيال، وشوف هذا كيف تتذكروا الأجيال. فإحنا الآن عندما نتحدث عن عبان رمضان نتحدث عن فكرة حرمت منها الأجيال، ألا وهي أن تكون الكسكيطة تابعة للعضو البرلماني، تابعة للهيئة التشريعية. يعني أنت جي عقيد المخابرات ولا العقيد في الجيش في قيادة الأركان، وتتحاسب على ميزانيتك قدام الحزب قدام البرلمان، وتتحاسب على أدائك، وتتحاسب على خروقاتك، وتتحاسب على الأمن القومي. لأنه هذه المسألة ما حسمت، أولوية السياسي على العسكري، بقي السياسي الآن بيدق، بقي السياسي بوق، بقي السياسي خاتم، بقي السياسي حلقة في يد العسكري، وبالتالي لن ترى الجزائر خيرا لأنه هذه المسألة ما حسمت. فجاءت فرصة ذهبية للشعب الجزائري باش تحسم في 92 في ديسمبر، انت أشرت الآن إلى ديسمبر 91، كانت فرصة ذهبية بالنسبة للشعب الجزائري أنه يسترجع الكرة إلى ميدانه، يرجع هذا الحق الذي أثاره الشهداء ومن بينهم عبان رمضان، أن يسترجعه في ديسمبر 91، أن ترجع الكرة للانتخابات النزيهة، للتشريعيات الشفافة والنزيهة، ويصير الشعب الجزائري. والشعب الجزائري اللي يقول لك الشعب الجزائري ما يفهمش، الشعب الجزائري يفهم. ولكن في اللحظة التاريخية أعطاك خريطة سياسية متوازنة ضمن لك بها التوازن الاجتماعي، ولكن في هذه الذي لا يزول بزوال الرجال. بومدين كان يقول على نظامه أنه لا يزول بزوال الرجال، دولة التي لا تزول بزوال الرجال، لكن ما بنالهاش أركان الدولة التي لا تزول بزوال الرجال. ولكن الذين جزء كبير من الشعب كانوا مع بومدين في الانقلاب 65، وحتى قبل ذلك حمى الجزائر من حرب أهلية، وبعد ذلك في 92 كثيرون وقفوا مع الجيش عندما تدخل، لأنه حمى الجزائر من كانوا يسمون بأنهم اختطفوا الدولة وسينصبون أنفسهم يعني أولياء على الجزائريين باسم الدين ودولة ثيوقراطية وظلاميين وغيرهم. هذه حمى الجزائر أنا علي حط علي تحتها 20 سطر أخي جمال. لما تقول أنت الجيش حمى الجزائر، المفروض الذين يدافعون على وقف المسار الانتخابي، والذين يدافعون على إرث بومدين حتى كده. أخي جمال كما يقول الإنجليز بعض الأوقات نحن نحلل،
لكن بعض الأوقات نتكلم عن الفاكت، نتكلم عن الحقائق. احنا الآن نتكلم عن حقائق ولا نحلل، لأنه إذا حللنا بعدين في النهاية يصير فيه زوايا مختلفة، وحتى واحد ما عنده قرآن ينزل عليه يقول زاويتي هي الحق. لكن لما نتكلم عن الحقائق، الحقائق لا يمكن للسامع إلا أن يصدقها أو أن يكذبها. فأنا هذه فكرة أن الشعب الجزائري حمى يعني وقف مع الجيش المعيش الجزائري، هذه لا تستقيم، ليست صحيحة، يعني مكذوبة وغلط وحقيقة غير تاريخية، لا يسندها ولا تثبتها التاريخ. لأن الجيش لما ينزل للشارع لو كان محمي من الشعب مش بضرورة يعلن حالة الطوارئ، ما هوش مضطر باش يفتح المحتشدات في الصحراء، ما هوش مضطر باش يعمل انقلاب على مهري، ما هوش مضطر باش يعاود يضطر آية أحمد باش يعاود يرجع للمنفى، ما هوش مضطر باش يحط عباس مدني وعلي بن حاش في السجون. معناه هذه الأمور يعني التغيير كان يحتاج إلى قوة، كان محتاج إلى الدبابة، والدبابة فرضت نفسها لما نزلت إلى الشارع. مئات العائلات اللي كانوا فقط واقفين في المرأة واقفة فقط في المطبخ نتاعها في الكوزينة جاتها رصاصة وماتت، وكثير منهم والمحتشدات معهم، مما يعني أن الشعب الجزائري ما استقبلش الانقلاب. هذه مش صح، الانقلاب فرض وفرض. فهذا حرموا الشعب الجزائري، حرموا الشعب الجزائري من أن يعيد الأمور إلى نصابها. لكن هناك جزائريون دعموا الانقلاب. لا بأس، لا بأس، احنا نتكلم ومخافة يعني ومخافة من ذهاب البلاد يعني. وهكذا كثيرون كثيرون صدقوا كلام حتى وإن اتضح أنه غلط ولا بعد ذلك، خالد نزار وجمهورية وغيرها، ولكن علاش نقول احنا وما زال نفس الرواية يعني. علاش نقول احنا هذا الكلام غلط؟ لأنه الشعب الجزائري هو شاهد، ما ماتش. احنا مش نتكلم على قضية مرت قبل 100 سنة، الناس يعني شافوها بعيونهم يعني قبل 20 سنة 22 سنة. هذه الفكرة لو كانت صحيحة كان الشعب يعني النظام الجزائري سهلة جدا يا أخي. مشي الشعب الجزائري هو اللي سائم حكم الحزب الواحد وانتفض عليه في أكتوبر، صح ولا لا؟ خلينا نتكلم على الحقائق ما نحلوش. مش الشعب الجزائري قال بركات كرهت من النظام تاع الفلان تاع الحزب الواحد وانتفض عليه في 88؟ هذا الشعب نفسه لو كان خلوا الفيس يحكم والجبهات الثلاث بعد 5 سنوات والله يا اخي انتم الفيس هذا يعني بعتوا لنا شعارات قال الله قال الرسول وكذا، في النهايه لا تغير حالنا لا في السكن ولا في العداله ولا في الحريات ولا في القوانين وكذا. فبالتالي ما تخاف، الشعب الجزائري نفسه راح يعاود يقول في الانتخابات الجايه، راح يقول للشعب الفيس شكرا لموزع البريد. ولكن المفارقه لكنهم ما خلوهش، هم حبوا يكونوا اوصياء على الشعب. يعني هاي وصايتكم وين وصلتكم؟ يعني الوضع الجزائري يعبر عن يعني انه عن خطأ القرار وقف المسار. المفارقة انه طبعا في تضارب الروايات في التعتيم الاعلامي والتسويق، وحتى الجدل ما زال مستمرا انه تغيب الحقائق، مع انه حقائق موجودة، انه برغم الخطاب إدانة الفيس انذاك، وهناك من يقول هناك كان خطاب مبالغ فيه، مدان خطاب يقول الديمقراطية كفر ويريد استعمالها للوصول، ولكن خطاب من كان يقود الفيس انذاك حشاني في شهادة أحمد طالب الإبراهيمي أن الفيس لم يكن يريد الحكومة أصلا، كان يريد 3 وزارات يا أخي ويدعو أي تحمد لأن يقود الحكومة. يا أخي جمال شوف، ولذلك قلت لك التاريخ من صفاته أنه ينصف. والله ما كثير من الشعب الجزائري ما كانوش يعرفوا هذه الحقيقة اللي نطق بها الدكتور طالب الإبراهيمي، ما كانوش الناس يعرفوا هذه الحقيقة. وأنا أقول لك حاجة، ممكن حتى عبد القادر الله يرحمه والفريق اللي كان معه، ولما قرروا باش يطمنوا النظام القائم بهذه الرسالة، ربما كثير من القواعد تاع الجبهة ما كانش تعرفها. طيب. مما يعني أنه القيادة اللي كانت على رأس هذا كانت مدركة لمستقبل الجزائر. وهذه الحرائق الأمور كيف خرجت؟ هل الفيس يعني أعطى رشوة للإبراهيمي باش يقول هذا الكلام للطالب الإبراهيمي؟ ولا طيب. خوفه مما يعني انه حقائق خليك معنا تخرج. فانا يعني تفضل خليك معنا لان الوقت يضغط علينا والمقاضية كثيره جيد. والوقت يضغط. عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي ينضم الينا في النقاش. عبد الغني بادي، لصعوبه الاتصالات كان المفروض ان تكون معنا من البدايه، ولكن اتصالات الجزائر وتعرفها، ربما نتوقف معك عند واحده من يعني المواقف المعبره عن الجزائر، يعني عن جزائر الحريات. جزائر، أنت محامي المدون صهيب قرفي، كنت على واحدة من التغريدات أو من التدوينات على الفيسبوك الأكثر تداولا
هذا الأسبوع في الجزائر، تقف أمام محاكمة، أمام القاضي في محاكمة سهيب قرفي، يخاطب القاضي نفس القاضي صحح لي الذي حكم على تمالت، ليس كذلك؟ يقول لي صهيب قرفي: لو كنت جيت ولدي، لو كان جيت ولدي راني ذبحتك. مساء الخير اخي جمال. مساء النور الكرام. في الحقيقه هذه العبارات مسيئه للقضاء الجزائري، ان قاضي يقف امام متهم بريء حتى تثبت ادانته، متهم ركيزته امام العداله هي قرينه البراءه، محام متهم يفترض انه يحاكم محاكمه عادله، المحاكمه العادله لها شروط، ان القاضي لا يقدم اي ايحاءات او دلالات او اي نيه توجه المتهم على انه مدان، لكن القاضي بدا باحكام مسبقه، وهذا ما نبهناه اليه من خلال توقيفه عن هذه العبارات التي كان يرددها في كذا مرة، وهو يقول للمتهمين الثلاثة أن مكانكم في الحبس، وهذا كان بالنسبة لنا شكل إيحاء على حكم مسبق، وهو لا يليق في هذه خاصة وأن القضية كان ما جاء فيها والتهم المنسوبة للمتهمين هي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئات نظامية إلى آخره. اعتقدنا ان التوجه دائما ما نصب اليه هو استقلاليه القضاء، الذي يبدو ان السلطه القضائيه عاده ما تكون ضعيفه امام السلطه التنفيذيه في قضايا معينه، خاصه اذا تعلقت امام السلطه تعلقت بالسلطه التنفيذيه، لان التهمه هنا تتعلق باهانه رئيس الجمهوريه. فالقاضي لا يمكنه بشكل من الاشكال ان يقول هذه العباره عن لو كان جيت بني نذبحك، لا يمكن، يعني هذا الشيء يعني شيء رهيب، شيء فظيع ان القاضي يتكلم في هذا الكلام. وانا صراحه يعني منذ سنوات وانا امام حاكم المجالس القضائيه وفي اروقتها لم اسمع هذه العبارات من القضاة، ربما تكون هناك خرقات من ناحيه الاجراءات، ربما احيانا نشكك في عداله، نشكك في ما يسمى بالمحاكم العادله، ونقوم باجراءات الطعن في قرارات على انها انتهكت بعض الاجراءات الى اخره. هناك تلسونات احيانا واصطدامات بين القضاة والمحامين حول نوعيه المحاكمه، لكن ان تجد قاضي يقول بعباره لو كنت ابني لذبحتك، العباره اولا غير لائقه، هي عباره لا يمكن ان تصدر حتى في 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 في, 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 في. ما كانش تصور لهذه العباره الا تصور أن القاضي وكأنه يريد أن يبين للمتهمين أنه سيدينهم، يعني كأن نيته توجهت، وباستعمال عبارات السجن وعبارات أن لو كنت بني نذبحك، قلنا له أن هذه لا تشكل محاكمة عادلة، أن هذا يعتبر خرق صحيح للإجراءات، أن هذه الجانب الإجرائي الشكلي هو لا يحترم قرينة البراءة، أن هذا حكم مسبق. ما يعني نأسف على 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 هذه التصرفات التي تصدر من القاضي، وهي تعطي دلالة على تردي الوضع العام في الجزائر، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى القضائي. هناك ولاء تام أعتقد للسلطة القضائية تجاه السلطة التنفيذية، هذا من خلال وجود دستور يضع السلطة التنفيذية على رأس الجهاز القضائي في شكل مثل القضاء، وهذا ما كنا نطالب في كثير من الأوقات بإعادة النظر فيه، خاصة وأن من يرأس المجلس على القضاء قلنا في كل مرة أنه رئيس الجمهورية هرم السلطة التنفيذية. هذا الشيء يجب أن ينفصل في الدولة، وأصبح القضاء عندها قضاء عادلا منصفا مستقلا، فاستطاع أن يجعل من هذه الهياكل المجالس من ساعي القضاء مثلا في تونس الآن أصبح مستقلا، أصبح منتخبا، أصبح مجلس ذات سيطر عليه الجهات التنفيذية، كذلك في الدول الأنجلوساكسونية وفي الدول في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نحن ما زال هنا أستاذ عبد الغني، هل المحامي نفسه الذي في هذه القضية هو نفسه الذي أصدر الحكم على تمالت، ليس كذلك؟ نعم، هو نفس القاضي، لكن احنا ما ننظروش للقضية من هذه الزاوية، هي فأعتقد هي مسألة توزيع القضايا أمام 13 غرفة جزائية. الإشكال يطرح في طبيعة الإجراءات أكثر من طبيعة النظر إلى الشخص. الإجراءات التي نبحث عنها، احنا نبحث على محاكمات عادلة، لا
لا ننظر الى 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 لا يهمنا اسم القاضي او الغرفه، تهمنا بشكل اكبر ان القاضي مهما كان اسمه او كان رتبته سواء امام الدرجه الاولى او درجه الاستئناف ان يحترم المحاكمات العادله واجراءاتها، ان يحترم حقوق الدفاع، ان يحترم المتهم. والشيء الذي حز في نفسي ان في ذلك اليوم الذي حدث يوم الاربعاء كان خطاب ينسب الى رئيس الجمهوريه، لاننا نحن نتحفظ على خطابات رئيس الجمهوريه المنسوبه اليه لاننا لا نسمعها فقط تقرا لنا، لان الشيء لان الخبر ليس كالمعاينه وهذا ما نعرفه. انا دائما طيب هنا ربما هذا يقودنا الى سؤالك استاذ عبد الغني. استاذ بوعك ما يكشف فيما قالوا بانه ربما بحسب معلوماته انه الرئيس الرئاسه الجزائريه امرت باطلاق سراح تمالت، وهي كانت احدى العناوين الكبيره في عام 2016 ووفاه تمالت بكل تلك الظروف يعني بعد اضرابه، ولكن لم يطلق سراحه وانتهى الى تلك النهايه المأساويه. لا شيء احنا الان مساله شغور منصب الرئاسه هو بنسبة كبيرة ظاهريا ظاهرة، لأنه هذه مسألة ناقشناها عدة مرات، وناقشناها كي كانت المدة 88، وناقشناها بعد ما جاءت المدة 88 بعد تعديل الدستور، لأننا لا يمكن أن نقرأ رسائل فقط ولا نسمع ولا نخاطب الشعب ونحن ننسب للرجل منصب رئيس الجمهورية. فقط خليني جمال أوضح الفكرة التي ارتبط بتطبيق قضية المحاكمة العادلة، أن خطاب يوم الأربعاء الذي تزامن مع السلطة كان جوهره ومحتواه يركز على مسألة أنه في الخطاب جاء على ضرورة احترام قرينة البراءة وضرورة احترام المتهمين وضرورة احترام الإجراءات القضائية وحقوق الإنسان. يعني أغلب الخطاب جاء في تعديلات فإلى قانون الإجراءات الجزائية، تعديلات فيما يتعلق بمحكمة الجنايات وعيادة النظر في مسائل إجرائية خاصة بالقضاء العسكري، وما ركز فيه الخطاب هو المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحقوق الإنسان. في ذلك اليوم نحن في محاكمة نشهد يعني خرق صريح للمحاكمة العادلة، لأن المحاكمة العادلة لها شروط، أنه من بين الإجراءات أن القاضي عندما يدخل الجلسة أول ما يبادر به المتهم هو سماعه في هويته، بعد سماع الهوية يوجه له الاتهام ويمنح له الفرصة في الاستفسار والإجابة عن الأسئلة، ولا يمكن للقاضي أن يوحي أو يدلي أو يبين للمتهم أي نية فيما سيصدره من حكم، وعليه ان يدخل الى قاعه المداولات، وعندما يدخل قاعه المداولات يصدر الحكم. لا يمكن نقول لشخص ما انك في السجن وبالتالي احنا اصدرت حكمي على الشخص، او اقول له لو كنت ابني لا ذبحتك، معنى هناك نيه دائما مبيته انني سادين هذا الشخص، وهذا لا نقول ربما لان تاثير السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه واضح هنا، لان كانت القضيه تتعلق بها رئيس الجمهوريه وهيئات نظاميه، نجد انفسنا في هذا النوع من المحاكمات. اللي شيء مأسوف عليه هو دائما هو نوعيه العمل القضائي الذي كثيرا ما اشتكى منهم محامين، وكثيرا ما قالوا في بعض الرسائل يوجهها ان هناك انكار للعداله، ان هناك نوع من عدم احترام بعض الاجراءات القضائيه في نوعيه الاحكام وصدورها. يجب على السلطه القضائيه ان تراجع حساباتها، يجب على هيئه الدفاع كذلك ان تبحث على الوسائل التي كي ان تدافع عن المتهمين، تدافع عن المواطنين، ليس فقط يبحث المحامي على ان يدافع عن نفسه ويدافع عن حقوقه، يجب على المحامي كذلك ان يدافع عن المتهم وان لا يتركه يعني يواجه احيانا طيب. محاكمات غير عادله هذا طيب. شيء ضروري، لكن حتى للاسف يعني احيانا هناك نوع من التراجع على مستوى هيئات الدفاع، وهناك نوع من التراجع على مستوى العمل القضائي خاصة في السنوات الأخيرة. هذا راجع أقول إلى نظام سياسي فشل على كل الأصعدة وعلى كل الاتجاهات، وأفلس معه قطاعات كثيرة اقتصادية واجتماعية وقضائية. ونخشى كما ذكر زملائك وكما ذكر ضيوف الحضور نخشى انهيار الدولة، لأن ذهب النظام لا يذهب بذهب الدولة كما ذكر الإخوة الحضور. نحن نحتاج إلى نظام سياسي قوي يضمن استمرار الدولة، ولا يمكن استمرار الدولة إلا في شريانه وقلبه المعبد، وهي عدالة مستقلة نزيهة لا يظلم عندها أحد، ويستطيع أن تحاكم حتى رئيس الجمهورية وتستطيع أن تحاكم الوزراء. تصور طيب. اخي اننا منذ الاستقلال منذ 62 عجزت السلطه الجزائريه السلطه القضائيه الجزائريه على طيب. محاكمه فيما يتم عبد الغني بادي فيما تتم محاكمه جنوبيه
ونجد الدول المتقدمة تحاكم، نجد ميركل ونجد رئيسة وزراء رئيسة البرازيل ونجد رئيسة كوريا الجنوبية يحاكمون بكل بساطة وتحاكم الوزراء، ولكن احنا في الجزائر هناك هيمنة تامة واضحة، وضوح الشمس على هيمنة القطاع السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. لكن في مقابل القضاء يتابع المدونين عدد كبير من المدونين ويسجن حسن بوراس الصحفي ومطالب دولية من منظمات تدافع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة تدعو إلى إطلاق سراح حسن بوراس الذي يقضي نهاية سنة في السجن وبوضع صحي كذلك مخيف. ألا يستحق يعني هذه الجزائر التي يعني عانت من صورة بائسة بوفاة صحفي في السجن، ألم يحل الوقت لأن لا تتكرر بعيد الشر مأساة محمد تمالت مع حسن بوراس وإطلاق سراح الرجل، ولكي ربما على الأقل مسح تلك الصورة البائسة صورة تمالت يعني مع صورة بوفاة رحمة الله عليه تمالت؟ نتمنى ذلك، نتمنى يكون هناك تكون بالنسبة لقضية حسن بوراس أن تكون هناك محاكمة عادلة تتوفر فيها الشروط وتحترم فيها الإجراءات القضائية ويحترم فيها حق الدفاع ويحترم فيها حق المتهم في إيجاب تصريحاته والقانونية التي من خلالها تبرئة المتهم أن تقدم وتناقش بكل وسائل القانونية. لكن خليني أقول لك أخي جمال أن الإشكال المطروح هو إشكال القوانين الموضوعة، أن القضاء الجزائري، أن السلطة القضائية في الجزائر والسلطة التشريعية استطاعوا وضع ترسانة من القوانين. هذه القوانين وضعوها كابحة جامحة لحرية التعبير، وضعوها خدمة لمصالحهم، فنجدهم في كثير من الأحيان يضعون نصوص قانونية هي في مضمونها تقضي تماما على حقوق وحريات دستورية. عندما نضع مثلا عبارات الإهانة والإساءة ونضع مثلا نضع تهم الإساءة والإهانة والقذف إلى آخره، هذه التهم الموجودة في قانون العقوبات أحيانا نستغلها ضد أشخاص مدونين فقط عبروا عن حقهم، عبروا عن استعملوا حقهم في التعبير. نجد أن شخص ما يعبر على رأيه نقول له أنت راك حنت هيئة نظامية، أنه شخص يبلغ عن الفساد نقول له راك حنت هيئة نظامية، أنه شخص مثلا يروح يقوم بوقفة احتجاجية طيب استعمال اللي حقه في التظاهر نقول له راك درت تجمهر، انه الشخص يدعو الى وقف احتجاج نقول له راك تحرض على التجمهر. حتى النصوص يجب المراجعه فيها، يجب على الحقوقيين ان يجتهدوا طيب يبحثوا كل الاليه لاعاده النصوص السلطه القضائيه. شكرا جزيلا لك عبد الغني بادي، وللاسف نعتذر لي يعني وعدم وضوح الصوت من المصدر. نشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي عبد الله أنس. الوقت يضغط علينا، الجزائر تودع سنة 2016 تستقبل 2017 بالنسبة للسلطة عرس ديمقراطي، هناك انتخابات تشريعية، عدد كبير حتى ويحيى يحيي هذه المعارضة التي يشتمها كما هي نفس المعارضة تقول، يحيي مشاركتها في هذه الانتخابات. عدد قليل جدا من لم لا يشارك من أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات. يعني شوف أخي جمال، يعني الرائد لا يكذب أهله، يعني التشاؤم هو مش شهية، مش أمنية. إن ما في حتى إنسان يعني يتشائم بمستقبل بلده ولا يستقبل يتشائم بمستقبل وطنه ولا عائلته ولا شعبه ولا كذا. يعني الإنسان نحن أمرنا بس لازم نتفائل بالخير، ولكن أيضا في النهاية عندما أنت تنظر إلى الأمور كما هي بدون مكياج، الرائد لا يكذب أهله، لابد أن تكون صريح. هذه الانتخابات اللي جاية هي انتخابات في سلسلة الإخفاقات اللي صارت وما فيها حتى نذير وخير، ما فيها حتى بشرة لمستقبل الشعب الجزائري. لأنه الأصل في الانتخابات المتعارف عليها، الأصل يعني في انتخابات هو أنه هي شأن عام يتعلق بالوطن والمواطن، أي بمعنى هناك حزب عنده برنامج، فيه استحقاق انتخاباتي، فيه موعد انتخاباتي، فيه حملة انتخابية، بشر ببرنامجه،
سواء لبرنامج يرتكز على الأولوية الاقتصادية أو الأولوية الخدماتية أو الأولوية الأمنية. كل حزب عنده برنامج الأولى في الانتخابات، هذا البرنامج يتعلق بالوطن والمواطن. لنكن صرحاء مع بعضنا، الانتخابات بهذا المعنى ما لا وجود لها في الجزائر، مش موجودة لها في الجزائر. هي الانتخابات هذه يعني تأخذ يعني تجري بين يعني الثنائي الأحزاب والسلطة. السلطة لنفسي في نفسها حاجة، ولا أقول في نفسي يعقوب لأن ما في نفس يعقوب إلا الخير، في نفسها حاجة. هذه الحاجة أنت السلطة من الانتخابات أنها حابة تقول للناس مانيش نحكم بالحزب الواحد، مانيش نحكم بالعسكر، مانيش نحكم من خلال فقط الرئيس. لا، عندي انتخابات، عندي انتخاباتها، فيها بوشاشية، فيها بوغرافاطة، فيها اللي عنده أبو قندورة، فيها بوغندورة، فيها بورونجاست، يعني عندي ها عندي أنا مرة عندي المشهد السياسي. وحتى الغرب ثاني وراء عارف كما قلت أنت من قبل مصالحه. المهم يودي هذيك المصلحة تاعنا، يعني راهي ماشية ولا تتوقف؟ احنا هذيك ضمنونا هذيك الصفقات راهي ماشية، وبعدين انتم شوفوا كيف تديروا مشهد ولو صوري ولو مزور داخلي باش ما تمرقوهاش. ولكن حتى هذا الغرب يعني نكمل لك غير هذه الكلمة. الغرب أخي جمال، الغرب ما هوش أخوك في الله في النهاية. هذا ما غاديش يبكي عليك، هو عنده مصلحة. إير فرانس راها خدامة ولا توقف المطار في الجزائر؟ الصفقات سواء رونو ولا بيجو ولا امريكان ولا السوق تاع البترول ولا المحروقات ولا كذا، ولا التسليح ولا الصفقات مع الروس ولا كذا، واش هذا البقره الصفقات اللي درناها مازال ماشيه ولا توقفت؟ لا، مازالت ماشيه. ها انتبهوا ما توقفش. درك انتوما كيفاش تخرجوها هذه؟ انتخابات، برلمان سوري، هيئه تشريعيه سوريه، هذه دبر راسكم. ولكن هذا الغرب عبد الله انس، لو كان فيه يعني نخبه حاكمه منتخبه ومعها الشعب ستفرض نفسها على أي كان، ليس كذلك. هذا اللي رأينا، حتى هذا الغرب الذي في فرنسا الذي تأخذ مصلحته في الجزائر 10 مليار في السنة، الله يفتح عليك أخي جمال. نظام فعلا فيه رخاء اقتصادي تربح 100 مليار بالضبط، ولذلك والجزائر تربح أكثر. ولذلك كثير من الآراء ونحن ندعمها تقول للغرب you have nothing to lose، ما عندكش تخسر، ما عندكش حاجه تخسرها بدوله القانون بالشرعيه. يعني في النهايه الشعب الجزائري هذا البترول ما غاديش يديره تاي ويشربه، لازم يبيعه في السوق ولا لا؟ يعني البترول هذا مش لازم تبيعه في السوق؟ انت دوله مش مصنعه، مش تحتاج، لازم لك اذا المواطن اذا ما ركبش في مرسيدس يركب في بيجو، اذا ما ركبش في بيجو يركب في ويكون كيكون مرتاح مادياً يشري عشرات البيجوات. في النهايه انت ما عندكش بوينغ ولا عندك الاخر الايرباص، انت ما تصنعهاش انت ولا هذو. في النهايه اذا ما تشريهاش من فرنسا تشريها من امريكا، اذا ما جاها من امريكا تشتريها من كندا. وبالتالي الصناعه العالميه والسوق العالمي تاع البترول والسوق السلاح العالمي you have nothing to lose، ما عندكش حاجه تخسرها. فقط الان انت راك تدير صفقات مع بشكل سراق لانه النظام سراق، تولي هذه الصفقات نتاعك مصالحك ديرها مع نظام شرعي. شكرا. وبالتالي ما عندكش حاجه ما تخسرها. هذه الشعب الجزائري عطوه، خلوه يدير فرصته في بناء دوله القانون اللي يحلم بها، اللي قائمة على الشفافية، على الانتخابات، على شرعية المؤسسة. شكرا لك عبد الله انس محلل السياسي. لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. نشكر فيصل مطاوي، للأسف انقطع الاتصال، نشكره على كل على مشاركته دائما. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. عام سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.